نداء إلى قاعدة الديجيتال، نداء إلى الجيش العظيم. وصل اليوم اللي كنا ننتظره. حاليا احنا على حافة 60,000 مشترك، وباقي 6 أيام على نهاية السنة، ومبارح انضمنا 5,000 مجند. نريد نوصل لرقم خيالي راح أعلن عنه في فيديو تحديات الأسبوعية، والجائزة هي اللوت الأعظم Give Away ولا أروع. لو انك جديد فشارك في القناه، ويلا خلونا نشوف لو راح نقدر نسوي هالشيء قبل نهايه السنه. ولو انك بالفعل من الفريق فشارك القناه مع اصحابك، واللي ما يشترك راح تجي لعنه جوردن وراح يصير نوب. السلام عليكم، واليوم بشوفكم شرح كامل لكل اعدادات فورتنايت اللي تحتاجوها، بالاضافه لحل بعض المشاكل اللي تواجه اللاعبين. وخليكم مع المقطع. نبدأ بالترتيب، وفي البداية لو تدخل على إعداداتك راح تلاحظ في أول اختيار عندك السيرفرات، واللي تقدر تغيرها لين ما تلقى الشيء اللي يناسبك. باختصار ثبتها على أقل رقم عندك، ومثل ما تشوفون عندي مشاكل في البنج، فرقم اللي عندي هو 160 تقريبا، هو شيء كثير مرتفع. المهم حطها على القارة اللي يكون رقمها أقل، وننتقل لإعدادات الحساسية. ومعنا في البداية سرعة لف الماوس الأفقية، يعني السرعة لما تلف الماوس من اليمين لليسار أو من اليسار لليمين، وغيرها لين الشيء اللي يناسبك. الخيار الثاني سرعة لف الماوس العمودية من فوق لتحت ومن تحت لفوق. الاختيار الثالث والرابع نفس الشيء بالضبط، ولكن بالنسبة للكنترولر أو الجهاز. خمسة وهو شيء كثير مهم، سرعة لف الماوس لما تزوم باستخدام الأسلحة العادية. الاختيار هذا مثل ما تشوف يكون إما 1 أو أقل من 1. لو حطيت على 1 بيكون نفس سرعة لفك العادية، ولو حطيت أقل من 1 بيصير أبطأ طبعا، وكل ما بطأته بيكون أفضل في التصويب. ستة كمان شيء مهم هو سرعة لف الماوس، ولكن بالنسبة للسنايبر. السنايبر يختلف عن باقي الأسلحة ولا سرعة لف مخصوصة، وأنصحك تخليه أبطأ من اللي فوقه. السابع والثامن نفس الشيء، ولكن بالنسبة للكنترولر أو الجهاز. آخر عدد الحساسية مخصوص للكنترولر فقط وهو سرعة اللف عند البناء، يعني لما تبدأ تبني سرعة لفك راح تختلف عن سرعة اللف العادية لما تمشي أو تطلق، وهالشيء كثير مفيد وأنصحك تحطه فوق الواحد. ولو حطت على 1 سرعة لفك بتكون عادية وبدون أي تغيير. وصلنا لإعدادات الأون والأوف، وكثير أشياء مهمة. أول واحد معنا Invert View، يعني أنك تعكس كل شيء. لو لفيت الماوس يمين راح تتحرك يسار، ولو لفيت فوق راح ينزل تحت. صراحة ما أعرف أي لاعب يستخدم هالشيء، بس هذا هو الاختيار. اللي تحت على طول نفس الشيء، بس هنا لو تحطه على اون راح يعكس لك التحكم بالطائرة فقط. تحكمك بيكون عادي نفس ما هو، بس لما تركب الطيارة راح يعكس لك التحكم. هنا معنا ستريمر مود مخصص للي يسوي بث. المهم لو حطيته اون ما حد بيقدر يشوف اسمك، وما بتقدر تشوف اسماء اللاعبين. اللي تحت اشياء متعلقة بالبث اسحب عليها، واخر شيء اظهار عدد المتابعين حطه اون عشان تعرف كم واحد يتابعك. نروح لتحت، واول شيء توجل سبرنت، شيء خربط ومعقد شوي. لو تحطه اون في زر السرعه اللي عندك راح يصير باللمس، يعني لو ضغطت سرعه مره واحده اللاعب راح يركض بس، ولازم تضغط على زر السرعه مره ثانيه عشان يمشي. باختصار اسحبوا عليه. الخيار الثاني مهم وهو الركض التلقائي، يعني اللاعب اللي عندك راح يركض بدون ما تضغط زر السرعه. اضغط دبليو وراح يركض على طول، ونفس الشيء ينطبق على باقي الاجهزه، انصحكم تحطوه على اون. اللي بعده الركض يلغي ريلود بالسلاح. لو تحطه اون راح يكنسل عملية تعشيق السلاح إذا ركضت، وأنا طبعا حاطه على أوف. الرابع كثير مهم هو المس للبحث أو التفاعل، مثل وأنت تريف صاحبك أو تفتح صندوق أو دروب أو لامة وغيره، راح تضطر إنك تظل ضاغط لين ما تخلص العملية. حط هالخيار على أون، وبلمسة واحدة بس لاعبك راح يبدأ يريف أو يفتح الصندوق بدون ما تظل ضاغط. الخامس للاعب الكنترولر غالبا هو إنك لما تحول من السلاح للبناء دائما راح يوديك على الجدار بالأول. حط أون لو تريد كذا، حط أوف لو ما تريد. السادس والسابع كمان اللاعب الكنترولر الام اسيست، وهذا لازم يكون اون، يعني بيساعدك لما تطلق على لاعب وبيخلي طلقاتك تصيب اكثر واسهل. واللي بعده ام اسيست ولكن للاديت او التعديل على البناء، هذا انصحكم تحطوه اوف لانه راح يخلي تعديلكم ابطا، وسمعت انه منه مشاكل اكثر. اللي بعده تيربو بيلدينج، هذا لازم تحطه اون، يعني لو حد يكسر عليك بدل ما تضغط وتبني وتضغط وتبني راح تظل ضاغط على زر البناء وراح يبني لوحده. وهذا الخيار هو تبديل الموارد التلقائي، خليه اون عشان ما تجيب العيد. يعني لو خلص الخشب عندك راح يحولك تلقائيا للحجر، ولو خلص الحجر راح يحولك تلقائيا للحديد. احسن ما تسوي هالشيء بنفسك وتضيع وقت. كنترولر اوتو رن، انك تفعل الركض التلقائي بالكنترولر. اللي بعده حطوه اون، واللي بعده فتح الابواب تلقائيا، يعني لما تجي جنب باب لاعبك راح يفتحها بشكل تلقائي، ما انصح فيه وانا حاطه على اوف. اللي بعده هو التقاط الأسلحة تلقائي، وكمان ما انصح فيه. واللي يسوي انه يبدل لك السلاح بشكل تلقائي لو مريت من فوق السلاح، بشرط انك ما تكون شايل الفاس. اللي بعده كثير مهم وحطه اون لو تريد، بيساعدك لو شلت اي هيل مثل الدروع او المدكتة او الاشياء اللي تستهلكها، راح على طول تنحط على يمين اغراضك عشان تسهل لك الترتيب. اللي بعده للكنترولر، لو فعلته لما تختار اي شيء من بنائك فما في داعي تضغط مرتين واضغط مرة عشان يبني.
اخر شيء لو انك تلعب كنترولر والادت عندك مثلا هو زر امساك الدائره، هنا تقدر تتحكم بالمده اللي تظل ضاغط فيها على الدائره عشان يفتح لك الادت. القائمه اللي بعدها مخصوصه للسطوع او كميه الضوء، وهالشيء يعتمد على جهازك، ولو تلعب سوني انصحك تحطه فل. اللي بعدها خاص باعدادات الصوت، اول شيء صوت الموسيقى اللي في اللعبه، مثل ما انك تحط موسيقى الكريسماس او موسيقى الرقصات وغيره، واللي بعده صوت المؤثرات مثل الاسلحه، واللي بعده صوت اللاعبين اللي معك لما يتكلموا، واخر شيء صوت مؤثرات الخريطه في اللعبه، وهنا تغيرها على حسب سماعاتك، وانصحكم سماعه محيطيه لانها راح تفيدكم كثير. اخر شيء معنا اعدادات HUD، للاسف شالوه من بعض الاجهزه مثل السوني، بس يمكن يرجعوها، وعن طريقه تتحكم بكثير اشياء. وهنا في مشكله يواجهها كثير لاعبين، انهم ما يقدروا يشوفوا المهمات لما يخلصوها في اللعبه، وعشان تحل المشكله لازم تروح لل HUD وتحط كل الاختيارات على اون وتنحل المشكله. هذا الكل فيديو اليوم، كان فيديو متعب، وان شاء الله تكونوا استفدتوا. لا تنسوا زر اللايك والاشتراك بالقناه. اشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامه. Thank you.